مزيان نعرفوا شنو هي اسرائيل. اسرائيل بقعه مساحه صغيره استنزفت المياه الجوفيه ديالها اللي ولات عندها المياه مالحه، لان كانت كتستعمل اعاده تدوير المياه ديال الصرف الصحي، وبالتالي ولات عندها مياه مالحه لا تصلح للزراعه، وعندها بحث علمي متطور. هذا ما ننساوش 5.44% من الناتج الوطني الخام، اعلى مستوى في العالم. المغرب عنده 0.7%. إذن هذه المعطيات مهمة، وبالتالي عندها بحث علمي متطور، وخاصة في المجال الفلاحي في البيوتكنولوجي، وبالتالي كتقلب على أنها بحكم أنها عندها شركات كبرى كتشتغل على مستوى العالم في الإنتاج الفلاحي، فهي كتقلب على توسيع مجال الاشتغال ديالها، وبالتالي مشات لمصر بداية، الأردن، بعد مشات دابا كتقلب على السودان، ثم جات المغرب، وأخيرا جات المغرب. وحنا كنعرفوا هذا الشيء، كنعشنا في واحد الفتره معينه في المعهد ديال اكادير، المركب ديال اكادير، لبست انا جاو وبداو كيشتغلوا كجواسيس، كيجيو للمؤتمر النهار الاول، لكن النهار الثاني ما كتعاودش تشوفهم، ينتشرون في الارض وكيسرقوا الماده الجيليه، كيمشيو يقطعوا فيما مشيو، يقطعوا شويه اللو، شويه التمر، شويه هذا، شويه هرقان، ويديو. انا غنرجع لهذ النقاط فيما بعد، لان داك الشيء بان دابا، داك الشيء اللي دار هذه واحد 30 سنه بانت، بدات كتبان النتائج ديالو دابا. إذا قلت أنهم جاو دخلوا بداوا حاولوا أنهم يديروا اختراق في الجامعة، لكن بأن التطبيع كان توقف 2000، لكن بتوا الجذور ديالهم. جاو شركات كبرى في ثلاثة المجالات، مجال ديال البذور، مجال ديال المعدات ديال السقي وخاصة السقي الموضعي ولا التنقيط، والمجال ديال الأسمدة الدائبة لي زونغري لي هيدروسوليو. ثلاثة ديال المجالات، وداروا شركات وانتشروا وسيطروا على السوق، وخاصه المنطقه ديال السوس ماسا، لدرجه ان كاين بعض الارقام، لان الاحصائيات في هذا الشيء هذا لعلمكم انها ما كايناش، والصعيب يلا انا اتصلت بشحال المهنيين وكذا باش كندير تقاطع المعلومات باش نحاول نطلع. يبدو ان 80% ديال البذور اللي كتباع في المغرب ديال الخضروات المصدر ديالها اسرائيلي، اما في شركات باينه، ولكن بطبيعه الحال من بعد طوروا الاستراتيجيه ديالهم، ولو كيتخفى ولو كيدخلوا مع شركات مختلطه، أو لا كيدخلوا عبر شركات هولندية اللي هي من أكبر كذلك اللاعبين على مستوى العالم باش يبيعوا البذور في المغرب. هذه القضية البذور مهمة للغاية. علاش؟ لأن هي الأمن الغذائي. تصوروا المغرب خامس إلى سادس منتج عالمي ديال الطماطم، 40 سنة هذه ما قدرش يطور البذور اللي هو ما عندوش تكنولوجيا لإنتاج البذور، مازال كيستعمل كيعتمد 80% على البذور الإسرائيلية. البذور الإسرائيلية غير قابلة ل ديبلويد. يعني كتديبلويد معناها كتستعمل مره واحده بحال الدلاح، تستعمل مره واحده، فبالتالي خصك ضروري تبقى تشري من عندهم. انا غنرجع هذه القضيه ديال لان كنناقشوا مع الاساتذه في الجامعه، تكررنا تكرارا وما تخلطوناش بين السياسه والعلم. كاين هذا الكلام، هذا هو اللي بغينا نواجهوا. التطبيع خصنا نبداو بهذه المنطلقات، هذوك دوله متقدمه غنستافدوا منهم. انا غنجي لهذه القضيه ديال الوهم ديال 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 الترونسفير التكنولوجي ديال الاستفاده، وغنركز على الجانب الفلاحي. يمكن انا ما كنعرفش قطاعات اخرين، لكن نركز على الجانب الفلاحي. اذا قلت 30 سنه مازال حتى شي مختبر، حتى شي شركه في المغرب كتنتج البذور، لا زلنا بعد 30 سنه كنستعملوا بذور اسرائيليه. تقريبا 90% ديال المعدات ديال السقي شركات اسرائيليه، لدرجه انهم وضعوا وحدات صناعيه في المنطقه ديال الدار البيضاء اللي كتصنع مواد لكل هذاك الشيء ديال التنقيط. والمناسبه السياسه ديال المغرب الاخضر اللي كان جابها خنوش كانت بالنسبه لهم اينوبين، لان كان وضع هذه القضيه ديال التعميم ديال السقي بالتنقيط، والمورد الاساسي هو اسرائيل ومن عندنا. ثم القضيه اللي قلت لكم ديال لي زونغري لي بوسيلي، هذو ثلاثه ديال القطاعات اللي كانوا خطيرين. قلت انه بجاو بداو كيسرقوا الشتلات والبذور، وكاين واحد الاتفاقيه مهمه ديال في اطار تابع الاتفاقيه ديال البروتوكول ناغويا اللي هو تابع للاتفاقيه الدوليه، يمكن بزاف الناس ما كنعرفوهاش لان المجال ديالنا، لكن اتفاقيه تابعه للاتفاقيه الدوليه حول التنوع البيولوجي ديال البيروفيس. اتفاقيه ناغويا شنو تقول؟ اتفاقيه ناغويا كتقول بان كتهدف على انه يكون توزيع عادل اللي نابع عن استغلال المواد الجينيه ولا الموروث الجيني. مثلا اسرائيل جات خدات أرقان ومشات طورات ودارت ولات صناعة متطورة عندها، خص يكون عائد للمغرب، ووضعت كذلك آليات لمحاربة ما يسمى بالقرصنة البيولوجية. فإسرائيل مارست القرصنة البيولوجية على المغرب في التمر، دات المجهول طوراته حتى ولا قابل أنه طورات يعني المكافحة ديالو الأمراض، وأنه ولا قابل أنه يدار في مناطق مالحة، وحسنات حتى من الجهد، وبدات كتبيعو باسم مجهول
مجهول كتبيعو كتنافس به الاسواق اللي هي المغرب وباش ما معناك كتعرفوا بان الاكبر المستهلكين ديال التمور هما المسلمين باش هذيك الحمله المقاطعه ديال التمور بدات كتجي كذلك دار الضيعات في المغرب ودار الضيعات في الاردن وكذلك في فلسطين عندنا طرق ملتويه انها تبيع داك التمور انه على انها منشا غير اسرائيلي مع المناسبه اسرائيل من اكبر المنتجين الفاعلين العالميين على مستوى التمور في العالم داتنا ارغان طورات وكذلك المقاومه ديال الملوحه والامراض وخرجت واحد الفاس واحد الصنف 100 كيسميو الصنف 100 وطوروا كذلك الصناعه جد سريه لتطوير الزيت الجوده ديالو ولا دابا كيصدروه وكيشيروا على ان المنشا ديالو من المغرب كيتور ولا دابا يعني كاين منافسه مباشره للمغرب. زيد على كذلك دابا الافوكا شنو المشكل ديالو؟ افوكا كيستهلك البن بزاف ما بقاش عندهم الماء حتى الماء اللي عندهم ذو جوده ضعيفه كانوا عندهم شركاء في المكسيك كيصدروا دابا الافوكا بين هما من بين الفواكه الاكثر اقبال عليها اكثر اقبال على مستوى العالم كاينه موضه دابا الان ديال الافوكا. اسرائيل كتنتج تقريبا 250 الف طن سنويا كتغطي واحد الحجم كبير ديال الاحتياجات ديال اوروبا كيتصدر من المكسيك ومن بعض الدول المكسيك دابا خاطر الجفاف حتى بعض الشركات ديالها سدات فجاو المغرب خداو 455 هكتار 8 مليون درهم ديال الاستثمارات ويمكن مازال العطي يعطي مازال يمكن يبانوا ضيعات اخرى الى اخره. علاش جات؟ لان ما عندهاش الماء ما عندهاش هذا جات باش تنزل في الفرشه المائيه ديالنا خاصه انه معد وجات باش تجي حدا اوروبا لان كان خاصها سيمانه باش تهز لافوكا من اسرائيل هنا دابا جات حدا اوروبا وجات باش تستغل كذلك اتفاقيات الشراكه ديال المغرب ديال التبادل الحر اللي المغرب عنده لان هاد لافوكا اللي غيمشي منشا المغرب اذا عارفين اش كيديروا جايين باش انهم ثم نسيت انهم سرقوا حتى اللوز وطوروه كذلك ولاو كينتجوه لا ارغان انا نعم اكيد اذا خلاصه القول ان ما كاين لا نقل تكنولوجيا ولا تعاون تكنولوجي ولا شي حاجه كاين فتح الاسواق كاين تبعيه غذائيه كيولي قطاع انه راهين راهين بليزانترون اللي كيجيو من اسرائيل. دابا غادي الى سمح لي السيد المسير جوج دقائق نتكلم هذه القضيه السيد بزاف طيب نظرا للمعلومات القيمه اللي تقدم نسالوا معك شكرا. اللي بغيت نقول انه على القضيه ديال البحث العلمي انا ما بغيتش ندخل ممكن لك شي فرصه اخرى من بعد نعطيو شويه البنش مارك شنو وقع الاردن شنو وقع لمصر بعض الدول اللي مشات في هذه واللي خربوا لها الزراعه ديالها غير باش الناس الدعاه ديال التطبيع في هذا المجال وهذا واللي كيامنوا بذاك الفكره ديال النقل التكنولوجي يعرفوا شنو كاين.